خلينا بقى نروح لجزيرة غريبة وقصة غريبة حصلت من فترة قريبة. تحب تقول أنت القصة الغريبة دي ولا أقول أنا؟ قولي خايفة، انت وانا كمل. أنا خايف. طيب، سائح أمريكي اتقتل في جزيرة في الهند اسمها سنتينيل، وهي أغرب جزيرة في العالم. الغريب الجزيرة دي من الجزر اللي أهلها أغراب جدا، ما بيحبوش إن هم يعيشوا أي شكل من أشكال التقدم أو التحضر أو المدنية أو حتى الاندماج في الحياة مع الناس العادية أو البلدان المحيطة بيهم. الجزيرة موجودة في الهند وتابعة للهند، ولكنهم ما يعرفوش إيه هي الهند أصلا، ولا بيتعاملوا مع باقي سكان الهند بأي شيء، ولا حتى حكومتها. طبعا الناس بتعيش في عزلة زي إنسان الكهف تقريبا، ما عندهمش ولا تكنولوجيا ولا ملابس ولا أي حاجة جديدة يقدروا يستخدموها، ولا حتى قديمة. ما عندهمش أي مظهر من مظاهر التقدم الحضاري البشري الإنساني اللي تواصلوا له. يمكن إحنا شايفين دلوقتي الفيديوز، وأكيد دي اتخذت بمنتهى الصعوبة، لأنه ممنوع منعا باتا من قبل أهل الجزيرة أنه أي حد يدخل عليهم بأي حاجة جديدة. يمكن السائح الأمريكي اللي حاول يستكشف الجزيرة اتقتل على الفور بعد لما سكان الجزيرة أطلقوا عليه السهام. هم عاملين رماح وسهام كده بإيديهم وأطلقوها على السائح الأمريكي، والحكومة الهندية كانت أعلنت الجزيرة دي والمية المحيطة بيها أنها منطقة محظورة، بسبب طبعا عدد الهجمات اللي بيقوم بيها أفراد القبيلة على الصيادين اللي بيقربوا من جزيرتهم. أنت متخيل أن في على فكرة غير أن هو كمان سايح، هو كان في مهمة تبشيرية كمان، بيدعو طبعا تبشير الدين المسيحي، وهو الناس هناك دي ما عندهاش اي شكل من الاشكال، يعني بيعيشوا الحياه البدائيه كما هي، لدرجه بيقول لك انه حتى لو فيروس اصابهم بالبرد ممكن يموتوا، لانه يعني شكل بدائي جدا جدا من العالم، وجزيره ممنوع حد حتى الاقتراب منها. فهي الحقيقه القصه كمان غير فكره قتل السائح وفكره لسه ازاي الناس عايشين بهذا القدر من البدائية ده، يعني يعني بعض الناس يعني بناء على هذه الحادثة بدأوا يروحوا تاني لفكرة نظرية داروين وفكرة تطور العنصر البشري وايه اللي بيحدث وازاي الناس دي منعزلة بكل السنين الطويلة دي عن العالم، طب بيعيشوا ازاي، بياكلوا ايه، الأمراض تأثيرها عليهم ايه. يعني الموضوع تم يعني خدوه بشكل اعلى من فكر كمان حاسه القط طبعا المؤسفه، الا انه موضوع فكري وفلسفي عن طبيعه الحياه اصلا البشريه طبعا على الجزيره دي. يعني انا بس بستغرب، هل مثلا ما فيش حد منهم خالص من القبيله اللي بتسكن الجزيره دي فكر ان هو يشت شويه عن عادات وتقاليد القبيله ويحاول ان هو يخرج منها بسلام ويبدا يتعامل مع العالم الخارجي ويعود لهم تاني، لان هم مش قابلين فكره انه غريب يدخل ما بينهم، او مثلا هل هيعتبروه غريب بعد ما خرج؟ يعني الموضوع غريب وفيه اقوال كتيره، وده طبعا لانه ما حدش قادر يوصل لهم ولا حد قادر ان هو يتعامل معاهم بشكل مباشر. حتى اللقطات اللي احنا شفناها، لقطات كلها متاخده من بعيد، ويمكن كمان في لقطات منها متاخده من طيارات علشان خاطر الناس تقدر تعرف اي حاجه او اي معلومه عن الجزيره دي. خلونا بقى ايه عامه، اللي يعيش ما يشوف.